الأخبار من الحدث. قاعدة إيرانية جديدة لإطلاق الباليستي قرب حاجي أباد وفقا لأقمار اصطناعية، ودبلوماسيون قلقون من تطوير إيران أجهزة للطرد المركزي. تحقيق أممي يؤكد استخدام داعش أسلحة بيولوجية ضد مدنيين وسجناء في العراق وارتكابه جرائم إبادة. وزير خارجية فرنسا يؤكد لعون وبري أن أي تقدم مرتبط بالمسؤولين اللبنانيين أنفسهم وليس بالخارج. بعد أيام على بدء الانسحاب الأمريكي، مقاتلو طالبان يعاودون السيطرة على عدد من المدن الأفغانية. أهلا بكم. أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية تطوير ما يشتبه بأنه قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ بالقرب من منطقة حاجي أباد في إيران. ورجح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن يكون هذا الموقع أول موقع إطلاق صواريخ محصن ومخصص للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب في إيران، مضيفا باحتمال أن تضم منشأة حاجي أباد نوعا مختلفا من عائلة صواريخ فاتح التي تعمل إيران على تطويرها، علما بأن إيران لم تعلن منشأة حاجي أباد من قبل. إذن هناك حديث أكثر عن هذا البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، وعن أكثر من منشأة طبعا تحاول إيران إخفائها، ولكن بعض الأقمار الاصطناعية تكشف عنها. فبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية من أكثر القضايا إثارة للقلق إقليميا ودوليا، وتصر واشنطن على وجوده ضمن الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، لا سيما وأن طهران ترسل صواريخها لميليشيات منفلتة من العراق إلى اليمن وصولا إلى لبنان لزعزعة أمن المنطقة، وهو ما دفع كثيرين لاعتبار البرنامج الصاروخي الإيراني الركيزة الأساسية لأنشطة طهران الخبيثة. هذا البرنامج الباليستي يتبع لقوة تسمى قوة الفضاء، وهي أحد فروع الحرس الثوري. طبعا هناك 5 فروع تابعة لهذا الحرس الثوري الإيراني. منذ عام 2011 زعمت إيران أن لديها منشآت صاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد، وتحديدا على طول الساحل الجنوبي بالقرب من مضيق هرمز. وتزعم طهران أن لديها صواريخ يمكنها أن تصل لمسافة 2000 كيلومتر، أي تغطي معظم أجزاء الشرق الأوسط. كما وتضم الترسانة الإيرانية صواريخ باليستية ومجنحة متوسطة المدى، إضافة إلى صواريخ خارقة للدروع يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية. صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية أظهرت بناء موقع جديد لإطلاق الصواريخ غرب إيران قرب مدبر عباس. كما دشن الحرس الثوري الإيراني ما وصفه بمدينة صاروخية بحرية. لكن المعطى الأساسي الذي أضيف للبرنامج الصاروخي الإيراني هو المسيرات التي تطورها طهران، إذ تحمل تلك المسيرات بكميات كبيرة من المتفجرات وتستعمل كصواريخ بديلة.
في المباحثات النووية في فيينا، أفادت مصادر دبلوماسية لموقع أكسيوس بوجود تعثر في محادثات فيينا نتيجة فجوة كبيرة بين أمريكا وإيران بشأن الإجراءات اللازمة للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني. وأوضحت المصادر أن أحد الخلافات الرئيسية في فيينا متعلقة بتركيب إيران أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر. من بروكسل، منى السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني، ما كشفته الأقمار الاصطناعية عن وجود هذا الموقع المحصن والمتطور كما قيل، موقع صاروخي باليستي، يمكن أن يؤثر الآن في مفاوضات فيينا، خاصة أنه من الآن هناك أقاويل عن تعثر هذه المفاوضات؟ تحياتي لك وللمشاهدين. أولا دعني أربط بين الخبرين، لأنه أولا مواقع الإطلاق الصواريخ الباليستية حسب تقرير مركز الأبحاث تبين أنه هذه صواريخ، يعني من المحتمل تكون صاروخ دسفول وصاروخ ذو الفقار، الصاروخين لديهم الإمكانية لحمل الرؤوس النووية، فهذه من الخطورة جدا. وبالمقابل نحن نسمع أنه إيران قامت بنصب أجهزة الطرد المركزية اللي في بإمكانيتها إنتاج الوقود النووية بهذه الكمية، مما معناه إيران قريبة جدا للسلاح النووي. كما مؤخرا نشروا 3 دول أوروبية، السويد وهولندا وألمانيا، عن أنشطة إيران الجاسوسية في مجال الصناعي. يعني إيران تحاول أن تحصل على معلومات صناعية ومجال توليد السلاح الدمار الشامل، هذه المعلومات أكثرها في منطقة ألمانيا. لذلك كل هذه معلومات إذا أضعناها جنب بعض تبين إيران ليست بالفعل جدية في هذه المفاوضات النووية، وفقط تريد أن شراء الوقت حتى تقوم بتطوير السلاح النووي، لأن كنظام استبدادي يظنون أن السلاح النووي تكون قوة رادعة في حال كانت النظام الإيراني في موقع في ضغط، يعني أمام المجتمع الدولي. كما أنه محل أو حسب تحليل اللي قدموها من شافوا صور هذه الصواريخ، مع الأسف معظمها في منطقة جبلية ولكن متوجهة تجاه المملكة العربية السعودية. أنا أرى أن الإيرانيين يعرفون بسبب مغامراتهم الدولية، أكيد الحرس الثوري لا يتراجع في برنامجها الصاروخية والنووية، ومع الأسف يكون خطر الحرب قادمة تكون أكثر جدية الآن، لا يعرفون في حال فشل هذه الاتفاقات والمفاوضات النووية لكون الخيار الحرب جدية جدا مقابل إيران. لذلك أنا أراهم يحاولون أن يهددوا دول الجوار ضمنها المملكة العربية السعودية حتى من طرفهم يبين. إذن ما معنى من الناحية الجغرافية وجود هذه المنشأة التي كشفتها الأقمار الاصطناعية في حاجة أباد؟ يعني من الناحية الجغرافية هل هناك تفسير؟ طبعا، لانه بتكون قريبه للدول العربيه جدا، يعني هم في النهايه يحاولون يلومون الدول العربيه اكثر من انفسهم بسبب هذا الضغوط اللي يمارس من طرف الاوروبي. اكيد انه ايدهم ما يوصل انه يوصلوا صواريخهم الى الدول الاوروبيه او الى امريكا، لذلك يحاولون ان يهددون حلفائهم في المنطقه او يهددون الدول العربيه حتى يتجنبون الحرب. يعني في النهايه يقولون في حال نشت علينا حربا الدول العربيه هم لازم يتحملوا مسؤوليات هذه الحروب. لذلك نرى أنه اتجاه حتى المحل اللي وضعوا الصواريخ قريب جدا إلى الدول العربية، كما اتجاهها بمملكة العربية السعودية. كل هذه الأمور، يعني إيران تحاول أن تشتري أوراقها تمنع هنا يعني تحاول الولايات المتحدة من خلال المفاوضات أن تشمل موضوع البرنامج الباليستي ضمن الاتفاق على البرنامج النووي. يمكن لإيران أن ترضى بذلك؟ يعني نحن نعرف حتى في أول ببداية لما بأول اتفاق نووي كان من المفروض يكون اتفاقات ثانية وثالثة التي كانت من المفروض تشمل البرنامج الصواريخ، برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، ولكن نحن نعرف أنه لم يتم هذه الاتفاقات. الآن الاتفاق النووي المشكلة ما فيها أن الأوروبيين يحاولون أن يصلوا لاتفاق شامل ويضيفوا برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية كل أنشطتها في المنطقة في هذا الاتفاق. لذلك كل هذه الأمور تؤدي إلى عرقلة كبيرة في وصول إلى اتفاق شامل مع النظام الإيراني. كما نحن نرى أنه الحرس الثوري هو المتحكم في
اتخاذ القرارات بالإضافة إلى ولاية الفقيه، ولكن من يقوم بالمفاوضات من يسمون نفسهم إصلاحيين. لذلك هناك عرقلة كبيرة من طرف من يتفاوض، ليس هو من لديه القوة في إيران، كما أنه يتفاوضون مع طرف أوروبي بواسطة، يعني يتفاوضون مع طرف أمريكي بواسطة أوروبية. كل هذه الأمور تؤدي إلى مشاكل، وأنا أظن الحرس الثوري يريد ذلك يعني. نعم، شكرا لك من بروكسل منى السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني. حصلت الحدث على التقرير الأخير لبعثة التحقيق الأممية في جرائم داعش في العراق وسوريا، وكشف أن داعش اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق، كما وثقت البعثة استخدام داعش أسلحة كيميائية في العراق بين 2014 و2016 ضد المدنيين. قال التقرير أن هناك أدلة على قيام داعش بعمليات اغتصاب وتهجير ضد المسيحيين في الموصل، وأكد تحقيق البعثة العثورة على 103 جثث لأيزيديين في مقبرة جماعية في كوجو، كما أكد ارتكاب داعش جرائم شنيعة بحق أهالي المحافظات السنية وتحديدا في الأنبار، وأنه جرى التعرف على 875 ضحية لداعش في 11 مقبرة جماعية في العراق. ودعا التحقيق الأممي القضاء العراقي لمحاكمة عناصر داعش في جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ورجح التقرير أن تبدأ المحاكمات بجرائم داعش وفقا للقانون الدولي عام 2022. من بغداد الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف. بداية، كيف يمكن لهذا التنظيم أن يحصل على هذه الأسلحة البيولوجية؟ أستاذ فاضل، طيب ربما تريث قليلا حتى يتيسر الاتصال بفاضل أبو رغيف على أن نعود إليه لحواره بهذا الشأن. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. بعد تأكيد الاتفاق مع ألمانيا على مغادرة المرتزقة لليبيا، خارجية تركيا تبرر وجود قواتها باتفاق حكومي.
أهلا بكم من جديد. إذن مرة أخرى إلى موضوع ما وثقته الأمم المتحدة عن استخدام داعش أسلحة بيولوجية ضد مدنيين وسجناء في العراق وسوريا. من بغداد الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف، كيف يمكن لهذا التنظيم إذن أن يحصل بداية على هذه الأسلحة البيولوجية؟ نعم أستاذ محمد، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أولا أستاذ محمد، كما تعلم في فترة سيطرة التنظيم يعني في حزيران 2014 كان صيفا قائضا، وعلى حين غرة استولى التنظيم على ثاني أكبر محافظة في العراق في شمال العراق وهي محافظة نينوى. وفي نينوى كانت هناك جامعة وكان هناك هيئة للتصنيع العسكري استولى التنظيم عليها. الخطر هنا أين يكمن أستاذ محمد؟ في أن التنظيم حينما استولى على هذه المعدات وعلى هذه المواد كان من بينها مواد شديدة الخطورة، مادة الخردل ومادة الكلور، وهذه كانت موجودة للتجارب، قام بتكثيرها من خلال السيطرة ومن خلال إرغام بعض علماء المواد الكيميائية هناك. فكان سليمان العفري، بمعنى أن هناك ثلاث أخطر محطات في عمل الكيميائي أستاذ محمد في تنظيم داعش. المحطة الأولى كانت عبر سليمان العفري، وهو كان مسؤولا يعمل خبيرا في مجال الكيميائي في التصنيع والتصنيع العسكري بان مرحلة ما قبل 2003 وحتى ما بعد 2003، وتم إرغامه وبعد ذلك انضوات بإيمان وعقيدة مع التنظيم وصار يعمل لهم مطورا للقسم الكيميائي، وعمل يدا بيد في هيئة ما يسمى بهيئة التطوير والبحث التابعة إلى تنظيم داعش، وقام بحشوة المقذوفات والصواريخ بمادة تحميل مواد كيميائية، وقام بضربات إن شئت سأسرد لك بعض من هذه الضربات. المحطة الثانية هي محطة زياد الزوبعي، وزياد الزوبعي يعني يمثل يسمى بأمير الكيميائي، وهو مشرف على ملف الكيميائي على التنظيم سواء كان في سوريا أو في العراق. والمحطة الثالثة وهي الأخطر لكنها لم يكتب لها النجاح ولم تقم بأي عملية، لكن لو كتب لها لأبادت بغداد برمتها دعني أقول لك، وهي العالمة أبرار جرثومة المسمات بأبرار الكبيسي، وهذه سبق لخلية الصقور الاستخبارية أن ألقت القبض عليها مع مجموعتها، وكانت تخطط لتنفيذ ضربات عبارة عن أربع مراحل. المرحلة الأولى تقتل أكثر من 100,000 من العراقيين في بغداد، والمرحلة الثانية على تباعا بعد أسبوعين أيضا تقتل قد يناهز أكثر من 200,000. لذلك عبر تسميم محطات الإسالة وعبر تسميم الأجواء والسماء، وهذه كانت يعني تمثل النقلة النوعية لكبح جماح وتفكيك أكبر معمل الكيميائي للتنظيم، وهو معمل بورتبل متنقل. أستاذ محمد، سليمان العفري نفذ ضربات، طبعا لا يفوت الذكر أن جمال المشهداني الذي سبق أن ألقت القبض عليه أيضا جهاز المخابرات الوطني العراقي أيضا قام بإطلاق أكثر من 20 صاروخ على طوس خرماتو. ضربت طوس خرماتو بالكيميائي راح ضحيتها 15، والآن أكثر من 100 يشكون أمراض سرطانية. وضرب قضاء الدور أيضا في 2015، وضرب الإقليم أيضا في 2015، وضربت مناطق على أثرها يعني أحدثت أضرار. إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي أكد هذه المعلومات أستاذ محمد، أكدها على نحو قطعي من خلال دراسة. طبعا الضربات فقط في العراق أكثر من 60 ضربة. معي لأنه أقل من دقيقتين أستاذ فاضل، الآن كيف يمكن للقضاء العراقي أن يبدأ يعني في البحث في هذا الموضوع ومحاكمة خاصة العناصر الآن اللي هم في قبضة القضاء العراقي وفقا لما وصف بجرائم إبادة؟ أستاذ محمد، أولا أبرار جرثومة أبرار الكويسي تم يعني أخذت قرارا قضائيا أعتقد وصل إلى حد المؤبد، وزياد الزوبعي أيضا مودع لدى الأجهزة الأمنية، وسليمان العفري مودع لدى جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وأعتقد أنه أيضا طبعا زياد سليمان العفري تم إلقاء القبض عليه من خلال يعني قوات التحالف، وتم إيداع لدى جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وأيضا أعتقد أنه تم أخذ دوره. لكن نحتاج إلى جهد، العراق يحتاج إلى جهد دولي جهد عالمي لغرض تعضيد وتوثيق هذه الجرائم. الآن طوس خرماتو فيها بضع يعني بضع عشرات من الآلاف يشكون من أمراض سنسيتيفي وأمراض ألرجي وأمراض كانسر وأمراض كثيرة نتيجة ارتدادات هذه الضربات الكيميائية. العراق كان له دور فعال جدا أستاذ محمد في كبح جماح التنظيم وتطويقه وإحباطه من أن يستخدم الكيميائي بمناطق واسعة في من العالم، لأنه استطاع أن يقضي على ما يسمى عبر ضربات طالة التنظيم في الساحل الأيسر والأيمن من محافظة نينوى
لمعامله وقتل أبرز اثنين من خبرائه الذين يجيدون فن صناعة الكيمياوي. شكرا لك من بغداد الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي فاضل أبو رغيف. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ضرورة عدم الخلط بين القوات التركية الموجودة في ليبيا والمرتزقة الأجانب المتمركزين هناك، لافتا إلى أن قوات بلاده موجودة بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة. وأضاف تشاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في برلين أن تركيا وألمانيا تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، لكن وضع أنقرة مختلف لامتلاكها اتفاقا ثنائيا مع الحكومة الليبية بشأن تمركز قواتها هناك. ليبيا قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أنه سيتوجه إلى جنوب البلاد للقاء قيادات عسكرية. وقال كوني أن المجلس الرئاسي يعمل على توحيد المؤسسة العسكرية وأنه أنجز الكثير في ملف توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها العسكرية والمالية. وأوضح الكوني أن مهام لجنة 5+5 العسكرية فتح الطريق الساحلي وتثبيت عملية وقف إطلاق نار وإزالة الألغام. وحذر الكوني من أن طرفي النزاع في ليبيا ما زالت أيديهما طبعا على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية، داعيا إلى توحيد الجيش بأسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة بين الليبيين. وأشار عضو المجلس الرئاسي الليبي لأنه التقى بقادة عسكريين وبحفتر فضلا عن قادة عسكريين في غرب البلاد. من بنغازي مراسل الحدث محمد مسعود يعطينا فكرة أكثر عن هذه الزيارة إلى الجنوب طبعا، والكوني يعني ممثلا عن من سيلتقي من؟ نعم محمد، بالفعل هذه المساعي الحثيثة التي يبذلها عضو المجلس الرئاسي الكوني هي باعتباره ابن الجنوب بالدرجة الأولى، وهو ابن مكون الطوارق أحد أبرز وأشهر المكونات الديمغرافية في جنوب البلاد. الكوني باعتباره عضوا ثالثا في المجلس الرئاسي، فرئيس المجلس الرئاسي محسوب على شرق البلاد، فيما عبد الله اللافي العضو الآخر في المجلس الرئاسي محمد محسوب على غرب البلاد، وكوني محسوب على جنوب البلاد. يبدو بأن هناك اتفاق في المجلس الرئاسي على أن يتولى الكوني هذه المهمة، كونه حتى يحظى بشعبية واسعة في الشارع الليبي تركها يعني تركزت هذه الشعبية ما بعد إعلانه استقالته من المجلس الرئاسي السابق برئاسة فائز السراج. أصبح الرجل يحظى بشعبية واسعة حتى في الشأن المحلي ولدى عامة الناس هنا في شرق وغرب البلاد، فيبدو بأنه أوكلت إليه هذه المهمة لتوحيد الجيش أو لتوحيد المؤسسة العسكرية. أما في من سوف يلتقي موسى الكوني في هذه الزيارة، فهناك عدة أطراف خاصة عسكرية مسيطرة على جنوب البلاد، هناك خليط واسع. كنا نتحدث عن شرق البلاد يسيطر عليه قيادة الجيش أو تسيطر عليه محمد قيادة الجيش من أقصى الشرق من الحدود المصرية الليبية حتى مدينة سرت وغرب مدينة سرت وغرب البلاد، تسيطر عليه القوات المحسوبة على غرب البلاد والحكومة في غرب البلاد، فإن الجنوب هناك مجموعات محسوبة على غرب البلاد ورغم كونها غير ذات أعداد كبيرة أو ليست بالأعداد الكبيرة. 90% مسيطر عليه في جنوب البلاد من قبل قيادة الجيش، ولكن هناك مجموعات أيضا تحسب على غرب البلاد، وهناك أيضا انشقاق واضح في كل الكتائب العسكرية أو مجموعة منها في جنوب البلاد. أما في من سوف يلتقيهم الكوني، فسوف يلتقي مجموعات وقادة الوحدات العسكرية وآمر المنطقة العسكرية المحسوب على قيادة الجيش من جانب، أو حتى سوف يلتقي بعدد من القادة العسكريين الذين رفضوا الالتحاق بقيادة الجيش وقرروا الالتحاق في الفترة الماضية بين الانقسام السياسي أو أثناء فترة الانقسام السياسي محمد بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج. لذلك سوف يلتقي الرجل هاتين الطرفين أو هذين الطرفين في محاولة منه لتوحيد الجهود العسكرية خاصة من الجنوب، وأحداث تشاد الأخيرة ما بعد مقتل رئيس هي السبب الرئيسي أو المحرك الرئيسي للملمة أو توحيد جهود المؤسسة العسكرية في جنوب البلاد، وتنطلق هذه المجهودات من الجنوب، خاصة أيضا العامل القبلي يلعب دورا كبيرا وهاما في جنوب البلاد أكثر منه في شرق وغرب البلاد. لذلك تسهل المهمة إن مقورنة محمد بغرب وشرق البلاد، لأن هناك ثلاثة مكونات رئيسية
في جنوب البلاد، مكون الطوارق الذي ينحدر منه الكوني، وأيضا مكون التبو، وأيضا مكون العرب، هي هذه المكونات الثلاثة في جنوب البلاد. نظريا المهمة تبدو سهلة في جنوب البلاد، ولكن أيضا واقعيا محمد تبدو المهمة صعبة وشبه مستحيلة، نظرا لوجود عدد من الانشقاقات وأيضا انعدام الثقة ما بين الأطراف مستمر حتى هذه اللحظة الآن، ولا تزال جراح الحروب الماضية غائرة حتى هذه اللحظة الآن. الكل يتمنى توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن هذه الطريقة إن مقورنت بمدة المجلس الرئاسي فيبدو بأنها لن يستطيع المجلس الرئاسي لقصر عمرها ولقصر مدته السياسية أن يوحد كافة المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة. من بنغازي مراسل الحدث محمد مسعود، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: قلق عالمي من صاروخ الصين التائه، والبنتاغون يتوقع موعد سقوطه. أكد موفد الحدث أن وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريون ربط تحقيق أي تقدم بالمسؤولين اللبنانيين وليس بالخارج، وحذر من إجراءات هي بداية بحق معرقلي الحل في لبنان. ونقل موفد الحدث عن مصادر فرنسية أن زيارة لودريون غير مقفلة زمنيا وسياسيا مع تكتم على جدول الزيارة ولقاءاته. من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون للمسؤول الفرنسي وجود أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، وأشار إلى مواصلة الجهود رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية في تأليف الحكومات على حد تعبيره. وشدد عون على كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل، مطالبا فرنسا والدول الأوروبية بالمساعدة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج لما قد يساعد بتحقيق الإصلاحات وملاحقة المتهمين بالفساد بحسب قوله. لودريون إذن يلتقي ممثلين عن المجتمع المدني والحراك الشعبي في بيروت. من هناك انضم إلينا موفد الحدث حسين قنابر، يعطينا آخر التطورات المتعلقة بهذه الزيارة للودريون، وخاصة لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني. حسين،
نعم محمد، قبل قليل كنت في مداخلة سابقة من قصر الصنوبر مقر سفيرة فرنسا في لبنان، حيث يجري لودريون وسيجري لاحقا محادثات مع قوى تمثل ما تسميه فرنسا قوى التغيير السياسي في لبنان، وهذه تشمل شخصيات من المجتمع المدني ومن الحراك الشعبي الذي شارك في ثورة 17 أكتوبر من العام 2019، وتشمل أيضا قوى حزبية مستقلة خارج السلطة حاليا، من بينها مثلا حركة الاستقلال برئاسة ميشيل معوض، وأيضا حزب الكتائب برئاسة سامي جميل. المحادثات التي يجريها لودريون مع عدة أطراف في لبنان قبل أن تنتهي زيارته ظهر غد هنا في بيروت، هذه المحادثات ليس معروفا بعد ما إذا كانت ستشمل كلا من رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل حكومة سعد الحريري وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. وسائل الإعلام تحدثت عن احتمال حصول هذا اللقاء بين لودريون والحريري، لكن المكتب الإعلامي لهذا الأخير لم يؤكد ذلك حتى الآن. في كل الأحوال لودريون كان أكد أن هذه الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان تحمل رسالة حزم حيال المسؤولين السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين، وقال أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا الأسبوع الماضي والتي تمثلت بفرض قيود على سفر شخصيات سياسية متورطة في العرقلة السياسية وفي الفساد منعهم من دخول فرنسا يمثل إجراءات ليست سوى البداية، بمعنى أن عقوبات وإجراءات فرنسية إضافية ستفرض على مسؤولين آخرين، كما أن فرنسا ما تزال تواصل العمل في اتجاه فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن العرقلة السياسية والفساد في لبنان. محمد، وأيضا في رسالتك السابقة قلت بأن الزيارة يعني ليست مقفلة لا زمنيا ولا سياسيا، يعني هل هناك أي إمكانات لتأجيل أو تمديد يعني هذه الزيارة بالأحرى عبارة أدق، وربما للقاء مسؤولين آخرين؟ التمديد لم يذكر رسميا بعد، يفترض أن تنتهي الزيارة ظهر غد، ولكن ليس مستبعدا إذا ما طرأت بعض التغييرات على جدول لقاءاته، وهو ليس جدولا مقفلا تماما كما ذكرنا محمد، يفترض وفي ضوء الاتصالات التي ستجري واللقاءات التي ستعقد أنه في حال كان هناك مبرر لتمديد الزيارة هذا احتمال وارد، وإن كان الجزم به غير ممكن حتى الساعة. الأهم هو معرفة ما إذا كانت اللقاءات لودريون ستشمل لاحقا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، هذا سيكون حصوله أو عدم حصوله مؤشرا كبيرا على اتجاهات الريح إذا جاز التعبير فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية. الأكيد أن فرنسا وعلى لسان أكثر من مسؤول مؤخرا قالت أنها لن تتراجع في رغبتها اعتماد سياسة العصا والجزرة حيال بعض المسؤولين في لبنان، خصوصا هؤلاء المسؤولون من بينهم عن العرقلة. لودريون كان ذكر مؤخرا بأن ما يحصل في لبنان ليس نتيجة كارثة طبيعية، وأن المسؤولين عن الواقع اللبناني معروفون، هؤلاء الذين تركوا المصلحة العامة من أجل مصالحهم الخاصة والشخصية وفق التعبير الحرفي لماكرون مؤخرا أمام مجلس الشيوخ الفرنسي. محمد، شكرا لك من بيروت موفد الحدث حسين قنيبر. أكدت مصادر للشرق الأوسط عدم التفات الجيش اللبناني للمهاترات السياسية، مؤكدة التزامه بدوره الوطني الجامع. وشدد الجيش على أهمية تأليف الحكومة التي من شأنها تخفيف العبء الأمني وعكس مسار الانهيار، لافتا إلى محاولاته ضبط الوضع قدر المستطاع نظرا إلى عدم قدرته على إنجاز حل سياسي. ونقلت الشرق الأوسط مخاوف الجيش اللبناني من رفع الدعم عن المواد الأساسية الذي من شأنه أن يحدث انفلاتا أمنيا من احتجاجات وزيادة منسوب الجرائم. ونبهت مصادر الشرق الأوسط إلى أن البلد معرض لانهيار الأمن الاجتماعي. أما فيما يخص الإرهاب، أكد المصدر وجود عمليات تسلل لداعش، لافتا إلى اكتشاف خلايا قد تؤشر إلى بناء التنظيم قاعدة له شمال لبنان. يختتم اليوم الجانبان المصري والتركي مباحثاتهما في القاهرة. مصادر الحدث كانت أفادت بأن تركيا طلبت
من مصر إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية بينهما، فيما أكدت القاهرة أن الخطوة متوقفة على ما ستتخذه تركيا من خطوات في ملفات عدة. وبحسب مصادر الحدث فإنه اتفق على عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيعلن عن موعده قريبا. إلى ذلك أكدت المصادر أن القاهرة تمسكت بتسليمها العناصر الإرهابية شديدة الخطورة لدى تركيا، وأنها تتحفظ على إطلاق مصطلح لاجئ سياسي على العناصر الإرهابية. كما شددت القاهرة على ضرورة الاعتراف بشرعية 30 من يونيو واحترام إرادة المصريين. وفيما يتعلق بالملف الليبي أفادت المصادر بأن تركيا لم تقدم تصورا وتعهدات كافية بشأن الوجود العسكري في ليبيا، هذا عدا عن استمرار خلافات بشأن الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية وتحديدا التركية من ليبيا. أيضا آخر التطورات المتعلقة بهذه المباحثات بين الجانبين التركي والمصري مع مراسل الحدث من القاهرة أحمد عثمان. أحمد. نعم محمد، بالفعل يعني الجميع في انتظار اختتام هذا اليوم الجولة اليوم الثاني من الجولة الأولى من اللقاءات التي بدأت صباح اليوم بين الوفدين المصري والتركي. بحسب بعض المصادر هناك استمرار في محاولة كل فريق بتبرير رؤيته حيال عدد من الملفات التي يتم النقاش عليها. هناك محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة في الكثير من الملفات العالقة بين البلدين. يعني نستطيع أن نقول بأن هناك بعض الملفات التي قد يكون هناك فيها نوع من التجاوب أو المرونة من الطرفين فيما يتعلق بالشق الاقتصادي وإلى ما شبه ذلك، ولكن تبقى الملف الأبرز هو الملف القوات الأجنبية أو العناصر الأجنبية من بينها التركية الموجودة في ليبيا وتحديد جدول زمني. القاهرة واضحة في هذا الملف بأنها هي تتعامل مع هذا الملف باعتباره ملف يعني له علاقة بالأمن القومي المصري، وكان التدخل المصري من خلال الإعلان عن خط سرت الجفرة في يونيو الماضي يعني رسالة مهمة إلى كل الأطراف. ومن ثم يعني الإجابة على هذه أو وضع تصور حول موضوع الميليشيات وموضوع القواعد العسكرية وتحديد جدول زمني للانسحاب قد يساعد الطرفين كما يعلنان على العمل سويا والتعاون في الاستثمار في الوضع الليبي الحالي والمشهد السياسي الليبي الحالي والدعم الذي يتلقاه هذا المشهد بمكوناته وعناصره وصولا إلى الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل. هذا أيضا هناك ملف أيضا شائك فيه الكثير من الخلافات المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وتحديدا نحن نتحدث عن رغبة القاهرة في تسليم عدد من العناصر، وكما ذكرت محمد تحفظها عن الحديث بأن هذه العناصر، ونحن نتحدث ربما عن اثنين علاء السماحي وحي موسى يصنفان على أنهما لاجئان سياسيان. القاهرة ترى بأنهما متورطان في الكثير من العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم سيكون هناك تركيز أيضا على هذه النقطة. أيضا كما ذكرت يعني من المتوقع أن يكون هناك استمرار للرهان على هذه التحركات الدبلوماسية الأخيرة وما تمثله من نافذة إيجابية تستطيع أن تتفاقم خلال المرحلة المقبلة، وأن هذا التقارب وإن كان كل طرف يعني له شروط فيه ومصر حددت شروطها مسبقا، وأن الجانب التركي من خلال عدد من مسؤوليه تحدث بلهجة إيجابية عن رغبتهما في التقارب إلى القاهرة، ولكن كيف سينعكس هذا خلال الأسابيع المقبلة قد نعرف هذا ربما مع مساء هذا اليوم مع انتهاء هذه الجولة الثانية من المباحثات. من القاهرة مراسل الحدث أحمد عثمان، شكرا لك. كشفت مصادر خاصة للحدث أن تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية استراتيجية شمال العراق، وأوضحت أن القاعدة الجديدة ستنشأ شمال مدينة العمادية في إقليم كردستان العراق، وذلك للإشراف الكامل على المناطق الجبلية التي يتحصن بها عناصر حزب العمال الكردستاني. هذا وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تحترم حدود دول الجوار وسيادتها، وأن وجودها في العراق هو لمكافحة التنظيمات الإرهابية. يأتي هذا وسط غضب شعبي عراقي من التوغل التركي في عمق الأراضي العراقية شمال كردستان. ويبلغ عدد القواعد العسكرية التركية في كردستان قرابة 40 قاعدة ومعسكرا ومقرا للأمن التركي.
بعد أسبوع على بدء القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة عناصر حركة طالبان على عدة مدن أفغانية. تأتي هذه التطورات بعدما أفاد مسؤولون هناك أن طائرات حربية أمريكية دعمت القوات الأفغانية في صد هجوم كبير لطالبان جنوب البلاد. لله الحمد لله المجاهدين شاركوني بازار تور داخل سو او دا بتلواركي وروان دي الحمد لله دا غفت حصو رزي هات مقتدي مجاهدين ها زاغ عليك تمرسنا هذا مرمي دي سمو غرزو تشيبي دا خو زای پورته کی دغه بشاره په ټلیفون دی اخی سره ټول ټلیفون نه اخی سوک پورته کړه خو زه نه فارا ولا مزيره ونه بیا موټر ولا حال ده مخ كده حال دوند من كابل ولي الله شاهين مراسل الحدث. ولي الله، أي معلومات أكثر الآن عن هذه المناطق والمدن التي استولى عليها عناصر طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها؟ لا، ما زالت هناك معارك محتدمة بين مقاتلي حركة طالبان وبين الحكومة الأفغانية في عدة ولايات، تقريبا في 15 ولاية هناك معارك بارية تجري بين طالبان وبين القوات الأفغانية. هناك بعض المناطق في الجنوب الأفغاني وتحديدا في ولاية هلمند وفي ولاية قندهار وفي ولاية زابل، في هذه الولايات الثلاثة هناك تقدم لمقاتلي حركة طالبان باتجاه المقرات الحكومية واستولت على كثير من المناطق. في ولاية هلمند استولت على مديرية ناوة أو على أجزاء كبيرة من مديرية ناوة، وهي مديرية كبيرة جدا وهي قريبة من عاصمة ولاية هلمند مدينة تشكرغا. الآن طالبان يعني يقاتلون على أبواب مدينة تشكرغا، وكذلك الطريق الذي يصل مدينة هرات في بقية الولايات هي كذلك مغلقة لحد بسبب. طب ألي هذه أو بهذه السهولة يعني استطاعت هذه العناصر أن تسيطر على هذه المناطق من دون أي يعني محاولات صد عسكري أو يعني موازي على الأقل من قبل القوات الأمنية أو الجيش الأفغاني؟ هناك عدة أسباب لتقهقر القوات الأفغانية أمام مقاتلي حركة طالبان خاصة في هذه المناطق. أولا الدعم اللوجستي والدعم العسكري لا يصل إلى هذه المناطق وإلى القوات الأفغانية، بالتالي هذه القوات تضطر لكي تتخلى عن المواقع لحركة طالبان وتنسحب إلى مناطق أخرى. حدث هذا الشيء في نفس هذا الأمر حدث في ولاية بغلان، وولاية بغلان تقع في الشمال الأفغاني. استسلم أمس نحو 200 عنصر من عناصر القوات الأفغانية وأخلوا منطقة المدينة القديمة لمقاتلي حركة طالبان واستسلموا، لأن هؤلاء لما الحكومة الأفغانية عجزت عن تقديم الإمدادات لهؤلاء أو إيصال المساعدات العسكرية والمؤونة إلى هذه، بالتالي هي يعني اضطرت لكي تستسلم لمقاتلي حركة طالبان. وحدث نفس الشيء في مناطق أخرى في الشرق الأفغاني وفي الجنوب الشمال، هذه المناطق الثلاثة أو الأطراف الثلاثة. شكرا لك من كابل. المعارك بين الطالبان والحكومة. نعم شكرا لك من كابل ولي الله شاهين مراسل الحدث.
أعلن مكتب الأمم المتحدة في اليمن تضرر أكثر من 20,000 يمني معظمهم نازحون، ذلك بفعل السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عددا من محافظات البلاد. وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني السفير الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو بالحاكم الفعلي للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، لافتا إلى أن القيادات الحوثية مجرد ديكورات على حد تعبيره. وأكد الإرياني أن تحركات الضابط في فيلق القدس حسن إيرلو تبين أنه يفرض نفسه كمسؤول أول عن العاصمة صنعاء وغيرها، وأضاف أن هذه التحركات تؤكد أن قيادات الميليشيات الحوثية لا تمتلك القرار الفعلي سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى إداريا. ورأى الوزير اليمني أن النظام الإيراني يمارس عبر سفيره المصنف في قوائم الإرهاب وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، ووصف ميليشيا الحوثي بأنها مجرد أداة قذرة لتنفيذ المشروع الإيراني. تابعت وزارة الخارجية السودانية بأسف تصريحات حاكم إقليم الأمهر الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي. وتعد وزارة الخارجية أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة سعيا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، وقالت إنه أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم. لا تزال قضية وفاة الدبلوماسية السويسرية في طهران تثير التكهنات وتعددت الروايات بعدما تبين أنها سقطت من الطابق 20 في منزلها. صحيفة جيروزاليم بوست أثارت تكهنات حول مقتلها مع تناقض الروايات الإيرانية، ووصل بعضهم إلى حد تشبيه وفاتها بما حصل لأشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.
في الأثناء أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تنتظر نتائج التحقيق في الحادث الذي تعرضت له الدبلوماسية السويسرية بعد سقوطها من برج كامرانيه الذي أدى إلى وفاتها والسقوط طبعا الذي أدى إلى وفاتها. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أشار إلى أنه بالفعل نقلت جثة الدبلوماسية إلى الطب العدلي قبل تسليمها للسفارة السويسرية، مضيفا أن وزارة الخارجية تتابع القضية عبر الجهات القانونية المختصة بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والسلطة القضائية. القطعة الكبيرة من الصاروخ الصيني التي تدور حول الأرض أصبحت الشغل الشاغل للملايين في محاولة لتتبع مكان سقوطها المحتمل، وهو ما لن يحدث قبل السبت وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية. أكد البنتاغون في بيان رسمي أن الجزء الذي سقط من الصاروخ لن يرتطم بالأرض قبل وقت مبكر من السبت المقبل، وقال إن مكان تحطمه النهائي لا يمكن التنبؤ به إلا قبل سقوطه بساعات فقط. الأخبار من الحدث. صور أقمار اصطناعية تكشف قاعدة إيرانية جديدة لإطلاق الباليستي قرب حاجي أباد، ودبلوماسيون قلقون من تطوير إيران أجهزة للطرد المركزي. تحقيق أممي يؤكد استخدام داعش أسلحة بيولوجية ضد مدنيين وسجناء في العراق وارتكابه جرائم إبادة. وزير خارجية فرنسا يؤكد لعون وبري أن أي تقدم مرتبط بالمسؤولين اللبنانيين أنفسهم وليس بالخارج. بعد أيام على بدء الانسحاب الأمريكي، مقاتلو طالبان يعاودون السيطرة على عدد من المدن الأفغانية. النشرة المقبلة مع الزميلة ضحى الزهيري.